بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي وأولادي طلاب وطالبات تلت ثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم بفضل الله عز وجل ربنا أنعم علينا وأكرمنا الحمد لله، وأنهينا منهج الترم الأول. جرت العادة إحنا لما بنخلص الترم بنعمل امتحان تجربة شامل على الترم الأول كامل، يعني بس بقالك سبب الفيديو ده. فلما طبعا جينا نعمل هذا الامتحان لقينا أن في مشاكل عند بعض أولادنا، والمشاكل مختلفة متنوعة. لقينا مثلا بعض أولادنا خاصة في الأونلاين لسه مأجلين بعض الحصص، ودي مشكلة حذرنا منها الناس كتير قوي. ولقينا في طلبة كتيرة منضمة لينا حديثا قد يكون بدأ متأخرة أحيانا، يعني حتى الطالب اللي عندنا اللي هو طالب السنتر الملتزم بالحضور كمان برضو في بعض الدروس خدها ونسيها. قبل ما نتكلم في أي حاجة، عايز الطالب بجد والله الكلام ده مش بنسجل بيه حد، الحمد لله ده مش أسلوبنا أو بنخدر بيه الطلاب. عايز كل طالب ربنا يحفظه يطمئن، اطمئن تماما واهدأ وطيب نفسا. كل سنة طالب تلت ثانوي بيتعرض لهذه الأزمة، بينضغط غصب عنه. هيعمل الطالب ممكن تلاقي سيادتك مادة أو مادتين بياخدوا وقت الطالب، مش فاضي هيعمل يعني لا عربي، فبيضطر ممكن يأجل أو يذاكر باستعجال عشان بس يرضى ضميره، لكن مش ماسك المادة كويس، أمر طبيعي في كل سنة. ولكن دايما بنحذر الطالب أن يتمادى في هذا. فطيب جينا نعمل الامتحان ودينا فعلا المقرر بتاع الامتحان، فارتئينا الآتي: صعب ان الطالب يمتحن وموقع بعض الدروس. فكان الامر كالتالي: قلنا هنعمل مراجعة ان شاء الله على الترم الاول كاملا، وعاوزك تثق في حاجة بفضل الله عز وجل، انا ان شاء الله لما بعمل مراجعة بفضل الله بوفي وكفي، بمعنى ان شاء الله هتراجع الترم الاول كامل، هتراجعه ان شاء الله. تأكد من الاتي: بفضل الله اي درس واقع منك اي وحدة تأكد ان شاء الله باذن الله مع المراجعة هتلم كل حاجة، ولكن لينا رجاء عند اولادنا، وهذا الرجاء مهم جدا جدا. صعب جدا ان حد من اولادنا يتراخى في العربي لحد اللحظة دي، لا، الوقت اتحرك. صعب ان حد يأجل او يسوف، دي فرصة بنقدمها لك، فرجاء ثم رجاء نشد حنا. لو انت لسه بدأتش ابدأ، وما تأخر من بدأ. وعايزك دايما كده بفضل الله عز وجل يبقى شعار التفاؤل. صدقني يا ابني ربنا يكرمك، تفاؤلوا بالخير تجده، وان شاء الله هتلاقي كل الخير السنه دي، وربنا يكرمك اخر كرم باذن الله. شيء تاني مهم جدا جدا يا احباب، مش عاوز حد من اولادي يمثل دور الضحيه. ما تستناش صدقني ان حد يطبطب عليك كل شويه، لا، يا ريت تنهض من نفسك يا بنتي، تقومي كده وفوق شويه واستعد وذاكر، لان ما حدش هيشيل همك الا انت صدقني في الاخر. فرجاء ثم رجاء، خلي بالك من نفسك وخلي شعارك: انما النصر صبر ساعه، انما النصر صبر ساعه، هي سنه معلش بالطول بالعرض هتتم، بس اتعب فيها، لان يشهد الله اخر السنه في تنسيق وفي درجه، وده كلام ليس فيه فصال. فيا رب يفرحك، شد حيلك وابدا، اللي ما بداش يبدا. هنعمل ايه عشان بس الوقت؟ جمعنا ولمسنا مشاكل الطلاب، فعملنا التقسيم التالي: المراجعة دي اللي معانا هتبقى عبارة عن ثلاث محاضرات. التلات محاضرات قسمنا، واحدة هتبقى على اليوتيوب على قناة الواقع التعليمية بتاعتنا، عشان كده برضو بقى طبعا اخواننا نخلي بالنا اللي مش مشترك بيشترك بحيث توصل له هذه الفيديوهات والطالب ينتبه. ايه اللي يكون على قناة اللواء او المراجعة؟ اول مراجعة بإذن الله عز وجل كما هيبان في الشاشة قدام سيادتك هتبقى إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله عز وجل القادم. اليوم ده هيبقى يوم 20/1، أنا عندي تلات جمعة ورا بعض، 20/1 يعني إن شاء الله بقدر ربنا هيبقى الجمعة القادمة. عامل سيادتك ورشة بلاغة ونصوص، ملحوظة مهمة جدا، علشان يبقى الكلام معتدل وكلام محترم. ما يظنش طالب من الطلاب إن إحنا هنجيب البلاغة من الألف للياء، لا يا فندم حبيبي، انت عند سيادتك اربع حصص تاسيسيه، جايب لك البلاغه من الالف للياء،
إن عدني تاني سامحني بضيع وقتي وقتك. اللي تم هو الآتي من خلال الحصص وأسئلة الطلاب، هو عندنا كم نقطة في البلاغة واعمى الطلاب نلمها لك فيديو كده قصير محترم مدة ساعة. تعالى يا اللي بتشتكي من تجويف استعارة نفرق ازاي بين تجويف استعارة بالمكنية التصريحية، ولد يتنبه له على المحسنات بسرعة، عندك مشكلة في اطناب في ايجاز، النقاط المهمة الى ان تصل الى خلي بالك التجربة الشهرية في ثالثة ثانوي. لحد النهاردة بعض الاولاد عندهم ازمة ما بعرفش افرق ما بين خيال مركب وخيال ممتد مثلا، او امتى صورة كلية صورة جزئية، الموسيقى والقافية والقصة دي كلها. بفضل الله عز وجل انت هتسمع مني يا شهد الله ابن وبنتي هذا الفيديو، هتطمئن تماما، هتهدأ نفسيا، هتقدر بفضل الله عز وجل تتفاعل مع اي قطعة ديلك تدريب ومع اي نص متحرر بيضمن البلاغة جوه النصوص. فان شاء الله ابشر بجد والله ابشر، انا طبيعتي التفاؤل بفضل الله عز وجل حتى لو في اشد الظروف ابشر ثم ابشر. نيجي على النصوص، بفضل الله عز وجل الحمد لله بدأت النصوص تتحرك سنة معنا وبدأ الطالب يتفاعل معها. انت عارف نص متحرر من خلال مين بقى، وصلنا لطريقة سهلة جدا جميلة جدا تخلي اي طالب بفضل الله يتعامل مع النص ان شاء الله. في الفيديو ده بتاع النصوص ان شاء الله اللي يبقى يوم الجمعة هعرف سيادتك ايه اخطائنا اللي وقعتنا في النص، ايه الاخطاء اللي كانت بتوقعنا، اعرف ازاي اتعامل مع النص، ازاي احلل النص، ازاي استنتج اسئلته، ازاي اربطه بالادب ازاي. فبفضل الله عز وجل يوم الجمعة الموافق 21 بفضل الله ان شاء الله باذن الله احل لك مشكلة البلاغة والنصوص. نيجي يا رجالة المراجعة التانية دي هتبقى ان شاء الله اونلاين على الموقع والرابط بتاعه هيكون اسفل الفيديو. يا حبايبنا من فضل الله عز وجل ان احنا بادئين النحو بالترتيب، ونقطة بأكد عليها جدا جدا، لا احنا شقلبنا المنهج الحمد لله ولا خدناه من النص عشان الطالب يضيع مننا، امال بدأنا من الالف للياء وما سيبناش درس. ايه اللي جرى؟ اربع وحدات، في بعض الناس وقعت دروس، ناس بدأ متأخر، ناس ناسية دروس، فالكل سواء. هبدأ مع سيادتك ان شاء الله يوم الجمعة اللي بعد 27/1 هيبقى شرح ومراجعة، انت بتشرح بتذكر بصورة جميلة، ارجع لك المعلومة، يقدر الطالب اللي ما حضرش الكلام ده وقع منه الدروس دي يلمها ان شاء الله، وهذا عهد عليه باذن الله. هرجع لك باذن الله الوحدة الثالثة اللي هي النواسخ، اللي هي الخبر المبتدأ والخبر واحكامهم، دي مهمة جدا. ثم يبقى عندي سيادتك بقى كان افعال مقاربة رجاء شروع ان لن نفير الجنس ثم الضمائر بفضل الله عز وجل. هراجعهم بفضل الله كانك انت لسه اول مره تاخدها، وهدرب سيادتك عليهم. خلي بالك بقى اثناء ذلك يا ريس هرجع لك على الوحده الاولى والثانيه، مش هسيبك بفضل الله ان شاء الله كل درس كده عليه سؤال اذكرك بيه، فان شاء الله باذن الله هتبقى المراجعه مفيده جدا ليك. هراجع لسيادتك ادب الديوان برضو، بنلمس الديوان كويس جدا جدا، بنأكد على اهم النقاط، بنحل عليها اسئله اختياريه وبرضو اسئله في صورة اسئله مقاليه، استعد لاي حاجه الهم بس ما تتضح الرؤية. ده كده سيادتك بقى اول مراجعة لينا على الموقع اللي عندي يا اخوانا تبقى يوم 27. المراجعة الثالثة هتبقى يوم الجمعة 3/2، اذا ثلاث جمعة. معلش ارجو من الطالب ان هو ما يستكثرش الكلام ده، لا ما يزعلش مني برضه، انت ابن وبنتي في بعض اولادنا مش هقول كلهم حتى لا اظلم اهمال العربي، وده الفرصة وطوق النجاة الم الترم، لان يا دكاترة خليها واقعين ومنطقيين وبهدوء، لو طالب من الطلاب دخل الترم الثاني وفي دروس وقع منه هيزعل هيزعل، ولو طالب من الطلاب فاكر ان المراجعات النهائيه بتلم الدنيا بتلمها للطالب اللي خد المنهج، انا بتكلم كده بوضوح. اما ان طالب من الطلاب ما خدش معايا مدرس ومستني مراجعات نهائيه هيتعب قوي قوي قوي. فرق يا ابني يا بنتي بين طالب خد المنهج وامتحن عليه وسمعوا مرة وتعادلوا وطيب لسه بيسمعوا، لا عشان كده أنصح أي ولد من أولادنا ما يأجلش أكتر من كعربي، شد هيلك المادة من 80 درجة كده علشان طبعا الطالب ما يزعلش. نيجي سيادتك إن شاء الله يوم الجمعة دي هراجع لك بقى الوحدة الرابعة، ودي مشكلة أخوانا عارفين خدنا فيها مجهود جبار، هراجع لك بفضل الله من تاني، هراجع لك على كلا وكلتا، أخد لك كل المفاعيل بفضل الله،
ثم بعد كده عندك العدد تمييز العدد والتمييز نفسه، ثم بعد كده سيادتك عندنا الحال، نفرق بين جملة النعت جملة الحال الاستثناء. بفضل الله عز وجل هلم لك كل الدنيا إن شاء الله وتحل عليها، ومش سايبك إلا وأنت مرضي. بعد كده إن شاء الله أراجع لك في الأدب، أقول له بقى نحو وأدب، أقول له براجع لك كويس جدا جدا، ببدأ أطبق عليها. هتلاحظ إن شاء الله بإذن الله إنك أنت الترم الأول أصبح معك كامل. أما القراءة بنحل عليها كتير، سيان كان واجب سيان كان حصة، القصة أكيد عارف ما بنسيبش فيها حاجة، والتعبير بفضل الله عز وجل تعلم جيدا بادئين التعبير من أول يوم. التعبير مهم جدا جدا، وخلي بالك بننبه وبنقول التعبير الاختياري، لسه بنقول المقال هيقول فيه الله أعلم، هيقول بقى مقال واكتب موضوع، هندربك على كتابة الموضوعات. فإن شاء الله بإذن الله عز وجل إحنا معنا ثلاث حصص. الحصة الأولى اللي هتكون سيادتك عندنا اليوم 20 الجمعة القادمة، هتلاقيها إن شاء الله على قناة اللواء. أما بإذن الله مراجعة الوحدة رقم 3 زائد أدب الديوان على الموقع والرابط تحت، ومراجعة الرابعة إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ومعها هكذا أبولو بإذن الله عز وجل على الموقع يوم 3/2 كده بفضل الله كل مثلك إن شاء الله الترم كله. طيب أنت خلاص خلصت مراجعة، بدي سيادتك أجازة. الأجازة عندنا أسبوع واحد بس، عارف طبعا أنك أنت زعلت دلوقتي وقلت كلام لطيف وأنا بحبك ومسامحك، ما نقدرش في العربي يا سيدنا ندي أكتر من أسبوعين، تخرب الدنيا معنا بجد والله. الأسبوع حلو قوي، المادة كبيرة واسعة عشان تلحق تخلص وتراجع. فإحنا إن شاء الله أجازتنا سنتر أونلاين بفضل الله تبقى من يوم 7/2 ليوم 13/2. ما تلومنيش أو تعاتبني أو تنتقدني الآن، أنا ببدأ أسبوع يوم الثلاث بخلص الاثنين. ممكن بعض المواد ربنا يبارك فيها بتبدأ من السبت بترتيب الأسبوع، فمعلش يعني سيادتك، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل اتحملني أنا، فهو أسبوع واحد ماشي، بحيث ربنا يعزك تخلص بدري. بنبه الناس إذا دي أجازتنا سنتر وأونلاين عشان ما حدش من الناس يتزاكى ويبدأ يرازينا على الصفحة وعلى الجروب، ماشي يا رجالة؟ سنتر أونلاين ماشي، وده إن شاء الله كلام إيه؟ نهائي يعني. نيجي بقى يا حبيبنا عند الامتحان، احنا اجلنا وريحناك وبسطناك يا ريس، عند امتحان تجربة على الملزمة الاولى كاملة الترم الاول كاملا. الامتحان بإذن الله عز وجل نخلي بالنا، انا بنزل سنتر وفي اونلاين، نخلي بالنا كويس، هيبقى عندي مجموعات يوم الثلاث، واخوانا عارفين الكلام ده طبعا، مجاميع الثلاث، يبقى امتحانك ان شاء الله يوم 14/2 وانت داخل السنتر الاسبوع الجاي تلاقي ورقة في ايدك. الاربع يبقى 15/2 تمام بعد الاجازة على طول. طبعا اقدم لك التحية بالامتحان يوم الخميس 16. الاونلاين بقى في مجموعات يوم جمعة شغالة في السنتر يوم 17. يبقى كل الدكاترة قدام حضراتكم ده السنتر، الناس مجموعات التلات مجموعات الاربع مجموعات الخميس الجمعة تمام كده، التلات 14 عشان طبعا ما نسألش ويبقى فيه طبعا ازعاج مستمر والناس تزعل مننا عشان الضغط وغيره في الرد. الاربع 15/2 بعد اسبوع الاجازه مجموعه الاربع مجموعه الخميس مجموعه الجمعه. الاونلاين بقى ان شاء الله بدأ امتى؟ الاونلاين بدأ يوم الجمعه 17/2. انا اجلت لك بما في الكفايه، ذاكر ربنا يبارك فيك. كالعاده باخد يوم الجمعه وباخد معايا يوم السبت، باشمهندس يوم الجمعه ببدا 8 صباحا يا دكتوره، بخلص يوم السبت الساعه 12 مساء ماشي. ده ان شاء الله باذن الله المراجعة بتاعتنا. تأكد إن شاء الله بإذن عز وجل إن إحنا لا نريدك إلا الخير، والله يبارك فيك، يعني لي رجاء شد حيلك استعن بالله، والله 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 ربنا يكرمك آخر كرم أنت لا تتوقع. أنا ما بحبش أسلوب الوعظ برفضه، ليه؟ بتعامل مع راجل واعي أنسة واعية، لكن إن شاء الله ثق في عطاء الله، بس بشرط لازم توري ربنا منك مجهود وصدق، فعلى قد ما تدي إن شاء الله ربنا هيعطيك. استعن بالله وابشر واتطمن، احنا وراك ان شاء الله، هتخلص منهجك وهتراجع مره والتانية وتبقى الدنيا زي الفل ماشي يا اخواننا حبيبي. ربنا يوفقكم جميعا، ادعو الله عز وجل لكم جميعا بالتوفيق، ودايما كان ان شاء الله شعارنا باذن الله الدرجه النهائيه، باذن الله الدرجه النهائيه. الى ان نلتقي استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.